السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، بنتعرف الحين على طائفة جديدة من طوائف الفقاريات وهي الزواحف. خصائص الزواحف الشباب بتمتاز بأن جلدها من النوع الحرشوفي الجاف، وهذا بيمكنها من البقاء في البيئات القاسية مثل الصحاري، وأيضا بيحافظ على وجود الماء داخل أجسامها فيقلل من فقد الماء. تتنفس الزواحف عن طريق الرئات، الدورة الدموية فيها بتكون مزدوجة، بتكون أيضا متغيرة درجة الحرارة مثل البرمائيات والأسماك. بتضع عندي الزواحف بيوض تسمى باسم البيوض الرهلية، ويتسمى أيضا باسم البيوض الأمونية. الشكل اللي قدامنا ده شباب بيبين عندي بيوض الزواحف، بتكون عندي بها غشاء بيسمى باسم غشاء الكريون، قشرة خارجية تسمى باسم القشرة الجلدية، وغشاء يسمى باسم الغشاء الرهلي، وده عندي شكل الجنين، وكيس يسمى باسم كيس المنبار وكيس المح. تركيب القلب في الزواحف، بيكون عندي ثلاثي الحجرات ما عدا التماسيح بتكون رباعية الحجرات، ودي حال استثنائية عند شباب في الزواحف، لابد احنا ناخد بالنا منها كويس يا شباب. بيجعلي أسئلة، بيقول لي تركيب القلب في التماسيح هل هو ثلاثي الحجرات ولا ثنائي الحجرات ولا رباعي الحجرات والخماس الحجرات، وفي هذه الحالة بنقول عليها أنه رباعي إيش؟ رباعي الحجرات. أيضا من الأسئلة اللي تجي في الجزئية هذه، يقول لي أي مخلوقات التالية متغيرة أو متغير درجة الحرارة؟ هل هو التمساح ولا القرد ولا البقرة ولا الجمل؟ طبعا الإجابة عند الشباب يكون عندي التمساح، لأن التمساح بيتبع لمين؟ بيتبع للزواحف، وكما قلنا أن الزواحف متغير درجة الحرارة. السؤال الثاني بيقول عندي تشريح أحد أنواع الزواحف، وجد أن قلبه يتكون من أربعة حجرات. قلب مكون من كم حجرة؟ أربعة حجرات. يصنف هذا النوع ضمن رتبة الحرشوفيات ولا التمساحيات ولا السلحفيات ولا خطمية الرأس؟ كما قلنا إن الزواحف التي تمتاز بوجود أربع حجرات في قلبها هي التماسيح، والتماسيح بتتبع رتبة التمساحيات، وبالتالي عند الإجابة هي ب. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.